أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. بالنسبة للآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، إذا لم يتيسر لي أن أصلي خلف المقام، تصلي في أي مكان من الحرم، سواء في المسجد الحرام أو خارج المسجد الحرام، ما دمت داخل حدود الحرم فأنت تصلي ركعتي الطواف، ولكن كونها عند مقام إبراهيم أفضل. نعم.